هم أبطال برتب عالية ونجوم عمليات إنقاذ بطولية، لما يتمتعون به من إخلاص وتفان في خدمة وحماية أمن الوطن. كيف يتم تدريب الكلاب البوليسية؟ هذا ما سنعرفه اليوم من داخل الإدارة العامة للتفتيش الأمني بشرطة دبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس صلاح خليفة فاضل مزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني الكينان. هذه الإدارة تابعة للإدارة العامة للأمن لهيئة منشآت الطوارئ، تأسست في سنة 1976 وتحصل على اهتمام من سيدي معالي القائد العام شرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، ومتابعة مستمرة من سيدي سعادة اللواء عبد الله علي القيتي مدير إدارة عام الأمن لهيئة منشآت الطوارئ. وتوجد فيها تخصصات مختلفة، منها البحث عن المتفجرات والمخدرات والتتبع والجثث والكوفيد-19. ونحن الحمد لله على استعداد تام للمعرض الكبير اللي يبعد أشهر قليلة، اللي هو معرض إكسبو، وتم تجهيز سيارات نقل الكلاب البوليسية بأحدث الأنظمة اللي موجودة، من كاميرات موصلة بالهاتف ومن جرس إنذار بها، وتنقل السيارات هذه تنقل 6 كلاب في آن واحد، وتوجد فيها سيارات غولف للتنقل وسرعة الانتقال في موقع إكسبو. الإمارات تفوقت على كل محاولات الإبداع في زمن الكورونا، عندما أصبحت أولى الدول التي نجحت في تدريب الكلاب البوليسية في الكشف عن الفيروس. أنا رقيب فاطمة إبراهيم محمد الجسمي من إدارة تفتيش الأمني K9. أنا مدربة كلاب بوليسية، تخصصي البحث عن المتفجرات بواسطة الكلب. كلبي اسمه بابلو، عمره 3 سنوات، وأحرص دائما على نظافته وعلى وزنه وعلى تدريبه بشكل يومي لأحافظ على مستواه في التدريب في مجال البحث عن المتفجرات. ودخلت أنا وكلبي في مجال وتخصص جديد، وهو الكشف عن الفيروس كوفيد-19 بواسطة حاسة الشم لدى الكلب. شرطيات إماراتيات يروضن الكلاب البوليسية ضمن فريق مميز بشرطة دبي ليقتحمن مجالاً ظل لسنوات طويلة حكراً على الرجال فقط. يشكل فرع التفتيش الأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي منظومة أمنية هامة تساهم إلى حد كبير في الكشف عن القضايا الأمنية والجنائية ومكافحة المخدرات. من داخل وحدة الكيناين بالإدارة العامة للتفتيش الأمني لشرطة دبي، ميادة بغدادي لفوكس أكاديمي.